احنا محتاجين نعمل ايه؟ مباشرة كده محتاجين نجمع، احنا عملنا خلاص البروجكت بتاع ماي سيكوال، عملنا العمليات كلها، محتاجين نبدأ نعمل تجميعة لكل اللي احنا عملناه دوت في كلاس كده بتاع ماي سيكوال، ونعمل له شكل كامل بحيث يبقى بروجكت متقفل يعني بتاع الماي سيكوال قدامنا، يبقى اكزامبل معانا على طول. فانا هروح اعمل كده من فايل سيفاز، وهسمي مثلا البروجكت ده هسميه ماي اس كيو ال اندرسكور مثلا انكريز مثلا، هيبقى ده الفايل بتاعي، وليكن الفايل فاضي خالص. انا مش هكتب الكود من الاول، مش هنضيع وقتنا ان احنا نكتب الكود من الاول، هو اسمه ماي سيكوال انكريز، لكن انا عايز استغل اللي احنا كتبناه بقى وانسقه واجمعه بحيث يبقى متكامل على بعض. هنا كنا بنشرح في الاكزامبلز اللي احنا بدانا الاكزامبلز بتاعت الماي سيكوال من يمكن من 69، لا من كام؟ 70، من تقريبا من ايوه من 70، لا وبعدين 71، تمام من 71. بدانا ايه، عملنا اكتر من اسلوب، احنا مش عايزين اكتر من اسلوب، احنا عايزين ان هي شغله واحده. كان في هنا بنعمل الكونكشن، قلت له ايوه انا عايز ده. قمت واخد كده كاب على طول من اول الكونكشن ده، اول حاجه احنا عايزين نضيفها في الايه، في حساب ان احنا ماي اس كيو ال انكريز بتاعنا في الفايل بتاعنا يعني. طبعا احنا هنعمل كلاس هنسميه انكريز، هو ده الكلاس الرئيسي بتاعنا، طبعا هنعمل فيه كل الشروط بتاعنا، وجوه الكلاس ده احنا هندفاين انشلايزيشن فانكشن او كونستراكتور يعني. طبعا اي فانكشن بتاخد سيلف وحطها لوحده وخلاص. وهنبدا نحط جوه الحاجه بتاعتنا، انا هعمل بيست كده وخلاص واشوف انا هركز ازاي. اول امبورت اطلعها فوق في مكانها الصح في الفانكشن دي، يعني احنا محتاجين نعرف السيرفر والداتابيز واليوزر والباسورد ومال نعرفهم، بس نحطهم بسيلف دوت سيرفر صح، عشان تبقى حاجات خاصه بالتواصل مع الداتابيز بتاعتنا، اليوزر والباسورد كويس جدا. وممكن على فكره كمان اخليه هو لازم هو بينادي على الكلاس يبعت لي اليوزر نيم والباسورد عشان اتاكد هو ليه حق يخش ولا ما يخش، بس يعني مش هنوصل يعني هنا يبعت اليوزر نيم والباسورد، يبقى اي حد هيكلم الكلاس ده لازم يبعت اليوزر نيم والباسورد. انا ما اعرفش، ممكن اخليه يبعت السيرفر واسم الداتابيز واليوزر نيم والباسورد. امتى؟ لما اكون بعمل حاجه عامه بقى اي حد هيستخدمها، ممكن استخدمها في اكتر من مره، ممكن اعمل كده قايل له السيرفر والداتابيز واليوزر والباس. ممكن اعمل حاجه كمان، هو هنا السيرفر تبقى بتساوي السيرفر صح؟ ومديله ديفولت فاليو يعني بتساوي كذا، يعني بحيث ان احنا لو ما بعتناهاش يبقى هي ده الرقم بتاعها، يبقى هو ده السيرفر الرئيسي. طيب والداتابيز كذلك برضه، زي ما انا هبعت هنا كده هقول برضه والداتابيز لو ما بعتناهاش يبقى هي باي دي بي، واليوزر نيم اهو، ولما بعتناهوش يبقى هو ده. وايه تاني؟ مش شايف. والباسورد نفس الكلام، مش هسميه باس كده عشان كلمه باس دي بالنسبه للبايثون عامله، لا انا هعمل كده واقول له ان هي الباود دي لو ما بعتناهاش يبقى هي. يبقى انا عملت ايه؟ انا لما تيجي تتكلم الكلاس ده لازم تبعت السيرفر والداتابيز واليوزر والباسورد، بس انا وفرت على نفسي وحطيت ديفولت فاليو للحاجات بتاعتنا يعني. عايز تبقى شيء على العموم كده انا عملت الديفينيشن للكونستراكتور بتاعنا، تقريبا هو ده الكونستراكتور اللي احنا محتاجينه. بعد كده هنعمل ديفاين للكونكشن دي، بس هنحط لها سيلف، ندخلها الديشن بتاعها نظبطه. طبعا انا عامل كونكشن بينادي على الهوست والداتابيز، بتقول ايوه بس احنا بنكتب بس ايه قبلها كلمه سيلف، لان احنا خلاص بقينا جوه كلاس بنزود كلمه سيلف على الاتريبيوتس بتاعتنا. تمام حلو جدا، والكيرسر كونكشن والبرنت مش عايزين برنت، والريتيرن الكونكشن والكيرسر خلاص خلص زي الفل. ادي اول فانكشن جمعناها، دي اول فانكشن احنا جمعناها كانت 74. تمام هنشوف بقى ايه تاني اللي محتاجين نجمعه.
75 كان بيكريت جدول الاي في اي. لو احنا عايزين بالنسبه لي مش هتبقى مفيده بس هاتها هاتها وماله تمام، مش هتفرق معانا حاجه. نحطها الماي اس كيو امبلويز از ا فانكشن عليها ونعدل ونظبط ما يلزم. يعني هي بالديفاين لا لازم تخش جوه في الانديتيشن شويه. انا بعلم عليهم طبعا بدوس تاب في الكيبورد كرييت ام تيبل لازم تاخد طبعا سيلف وهنا لا 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 ومريت على الكونكشن لازم اقول له سيلف دوت الكونكشن تو ماي اس كيو ال وباقي الاوامر كما هي. مش اي حاجه احنا محتاجينها خالص في اكزامبل 75. طيب 76 كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقاد. خدوا بالكم بقى هنا هبدا افرق، في عندي فانكشن بتاعت الاد وفانكشن اللي بتكول على الاد. طبعا الكلاس ما بيبقاش فيه الكول، الكلاس ما بيبقاش فيه الكول، ده مش صح. الكلاس هنحط فيه البيور، الكود البيور. انا هاخد بس ايه الاد امبلي بس وعد ما يلزم. هروح بقى على الماي اس كيو ال امبليز كنت عامل بيست. عد ما يلزم ان انا بس ازود سيلف. وما قال له ايه ادي سيلف وادي الاي دي والنيم والجوب والمش عارف ايه وهنا برضو عندي سيلف دوت كونكشن تو ماي اس كيو ال. مش محتاجين نكتب مرتين كويري اكزيكيوت كوميت ادد. تمام الاد جت. احنا كنا في 76 فعندي الاد تعالى بقى ايه الجيت. الجيت طبعا احنا ممكن ناخد كله ممكن نعتمد بس جيت واحده بالاي دي مثلا او بالنيم او زي ما انتم حابين. انا بس اختصارا انتم طبعا فاهمين الفكره. انا بس هاخد الجيت بالاي دي بس مش اكتر من كده، لكن انت خد كله يعني نضيف كله بنفس الفكره يعني مش هيبقى مشكله خالص. لو ده بس سيلف وشوف لو في اي كود تحت الواي اتعدل لا بس كل الدنيا تمام ماشي. ده الجيت 78 برضه كان الجيت مثال الجيت بس بالاس كان الجيت بالمينيموم والماكسيموم هعدل كله كانت جيت ام سي دي كلها كل الموظفين كلها انا عايز كل الموظفين دي كل الموظفين دي مهمه حاجه غير بس اديها سلك وعدل لو في حاجه جوه عايز سلك. وبصراحه في حاجات كتير عايز تتعدل بس انا بقوم الفكره بنفسي يعني كل الاسطر الكتيره دي في الكلاس ده انا ممكن اختصرها اختصار اكتر من كده بكتير. حاجات كتير جدا ممكن تخطفها بس احنا ايه ماشيين واحده واحده نجمع الاول. جيت امس خلاص تمام. بعد كده بقى ايه ديليت ثلاث ارباع كود ده احنا ممكن نختصر عشان الدنيا سهله اصلا. تمام في حاجه ثانيه تقول لا هو هم دول بس كده الفانكشنز بتاعتنا لو رجعناها طبعا دي الانيشيشن بتاعتنا عليه كونكشن كرييت الاد الجيت للوان ريكورد جيت امس الديليت الابديت ادي كده كل العمليات بتاعتي ككلاس بيور ككلاس بيور خالص بدون ده كده لو اخدناه عشان نشغله في الويب بنشغله في الموبايل نشغله في اي حته الدنيا عندنا تمام ما عندناش فيها مشكله تمام. لان احنا مش مربطين على شكل معين او شاشه معينه او اي كلام من ده.
ولا ازاي ياخد الانبوت ولا ازاي ياخد الاوتبوت ولا الكلام ده كله. ماشي، هعمل بقى فايل تاني خالص هيكلم بقى الداتابيز دي او هيتكلم مع البيانات دي. تمام، هعملها في اكزامبل 83 مثلا، هعمل اكزامبل 83